يعني كم التدليس والكذب احنا مش قلنا كذا مره ان هم رايحين عشان الفلوس يا يوسف؟ بالظبط، خد بالك كدا من اللي اتقال بواحده واحده. سيبك من انه محمد ناصر او الراجل اللي هو بيكلمه ده او الشاب اللي هو بيكلمه قاعدين عمالين بيشتموا الدكتور ايمن نور، يعني الشاب ده بيشتم الدكتور ايمن نور وعلى ما يبدو ان الشتيمه بلفظ نابي حقيقي فاتحطت عليه الصفاره، شكرا على الصفاره بالمناسبه، يعني كل اللي بيب بالاشاره دي يفهمه. دي نقطه. النقطه الثانيه، رد محمد ناصر برضو على كلام اللي هو او ذكر كلمه ايمن نور، فراح قال ده مختل مع انه مفترض ان هم اصدقاء او اصحاب او طيب على السطح يا حلو. ادي واحد، فده عمليا هو بيكشف طريقه الناس دول او بيوضح لك قد كده حد زي ناصر او حد زي الشاب التاني اللي بيتكلم وهم بيبصوا لبعض كلهم ازاي. المساله كلها واضح انه احنا بنكره بعض، بنشتم بعض، بنحتقر بعض، بنتقول على بعض، بس طالما في فلوس وفي بيزنس فالتمام الدنيا ماشيه. تاني حاجه قالوها، فبيقول له اصل هم مش هياخدوا بقى ال 30 مليون دولار يعني واحنا ناخد هي. هم بياخدوا القناه بتاخد ال 30 مليون دولار. انا عندي سؤال، القناه بتاخد ده صوت ناصر؟ خد بالك انا فعلا اول مره اسمع ده، بس في 5000 حد يطلع يقول لك ايه واحنا ايش عرفنا انكم مش ضاربين المكالمه. طب صدقني انا ما اظنش كده خالص، لكن هاخدك لحد الاخر، انا هاخدها لك جمله جمله لانه القص واللزق هيبقى بقى انه لو الولد دي جملته فبتتركب على جمله تانية من عند ناصر. لكن جمله ناصر على بعضها غير مقطوعه بالظبط، بتقول القناة بتاخد ال 30 مليون دولار واحنا ناخد هق. السؤال بقى، القناة بتاخد 30 مليون دولار من مين؟ ده أول سؤال، من مين؟ أي حد هيشوف قناة مكملين على أقل اللي بيطلع عليها محمد ناصر ما فيهاش عائد إعلاني خالص، زيرو أو يكاد يكون زيرو، مش هيصرف على حاجة، وبالتالي مفيش عائد يساوي رقم 30 مليون دولار. ايوه طبعا عارف، لو القناه فيها اعلانات فاقول لك ما يقصد اكيد انه دي عائدات الاعلانات بتاعتهم بقى فبيجيبوا 30 مليون دولار، دي عائدات الرعاه على البرامج او الفقرات الخ فدول 30 مليون دولار، لكن دي قناه تكاد تكون خاويه على عروشها من اي شكل من اشكال العوائد الاعلانيه. اذا ايه هي ال 30 مليون دولار اللي بتخش القناه؟ يعني بتخش طب منين دي؟ في حد بيدفع 30 مليون دولار لهذه القناه؟ ادي واحد. اتنين، ناصر في نفس الجمله بيقول يعني هم ياخدوا ال 30 مليون دولار واحنا هق، فده معناها لا احنا قاعدين في مغاره علي بابا، قسم بقى. بالظبط.